هذا وتعرضت عدد من القرى السكنية للقصف من قبل ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي قصفت عددا من قرى مديرية السوادية، منها قرى بيت الخضر والغنمة وقرية السادة الحسين، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. ومن بين الضحايا استشهاد الصحفي عبد الله السوادي. إلى ذلك تتواصل المعارك في عدد من الجبهات بين المقاومة والميليشيا وسط تقدم كبير لتحرير المحافظة. التقرير التالي والتفاصيل. البيضاء تخوض معركة الحسم ضد فلول الانقلابيين، مواجهات عنيفة اندلعت في المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية بين أبطال المقاومة الشعبية من جهة ومتمردي الجيش السابق وميليشيا الحوثي من جهة أخرى. أعنف هذه المواجهات دارت في مديريات السوادية وذناعم والزاهر وقيفة، حيث هاجمت المقاومة مواقع لفلول المتمردين في تلك الجبهات وألحقت بعناصرهم خسائر في البشر والآليات. في مديرية ذناعم تمكنت المقاومة من السيطرة على نقطة الدقيق العسكرية وإعطاب دبابتين وقتل وإصابة العشرات من متمردي الجيش السابق والميليشيا، فيما أصيب أربعة من شباب المقاومة. وفي مديرية الزاهر شنت المقاومة هجوما عنيفا على ما تبقى من فلول المتمردين وألحقت بهم خسائر مؤثرة. وفي مديرية قيفة أول ساحة المواجهات مع الميليشيا الإرهابية، شن أبطال المقاومة الشعبية هناك هجوما عنيفا على مواقع مسلحي الميليشيا، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في صفوف الميليشيا. وبإزاء تصاعد نشاط المقاومة في محافظة البيضاء، قصف متمردو الجيش السابق وميليشيا الحوثي بشكل عنيف وعشوائي براجمات الصواريخ مناطق ذي ناعم وآل سواد، ما تسبب في نزوح جماعي للأسر من تلك المناطق. إلى ذلك قصف طيران التحالف العربي اللواء 26 والمعهد المهني في مديرية السوادية، أعقبه تصاعد لأعمدة الدخان من هذين الموقعين. تستعيد البيضاء دورها بصفتها الجبهة الأولى في مواجهة المد الانقلابي، وفيها يتجدد الأمل بإنهاء الفصل الأسود من سطوة الميليشيا في اليمن.